أهلا بكم في صرح المعرفة وكلام جديد من القلب. إنك تكتشف موهبة جديدة عندك وتهتم بيها وتطورها، ده ممكن يكون من أهم وأعظم الإيداعات اللي تحطها في رصيدك الشخصي في حياتك. تقريبا ما فيش إنسان فينا ما عندوش موهبة خاصة بيه، حتى ولو كانت بسيطة، بس مشكلة الإنسان إن هو ما بيطورش عليها أو يكتشفها، ويدوب عايش حياته كده وخلاص. بس أنا لما بقول مواهب مش قصدي على مجرد المواهب التقليدية اللي احنا عارفينها، الرياضة أو الرسم أو الغنى أو أي حاجة، لا، الموضوع أكبر وأهم من كده. مجال المواهب أوسع وأكبر من كل ده. ممكن تكون موهبتك في التفكير والإبداع، أو في إنك ذكي وبتتعلم بسرعة، أو إنه ربنا رزقك القبول عند الناس اللي أول ما بيشوفوك بيستريحولك. كل دي مواهب. مواهب ممكن حاجة منهم تكون جواك، وفي غيرها كتير قوي، بس مش مهم هي ايه موهبتك، المهم انك تدور عليها وتلاقيها، لان موهبتك الشخصية مهما كانت بسيطة بس بتبقى من اهم الحاجات اللي بتدي لحياتك طعم تاني، ومن اهم الحاجات اللي بتعبر بيها عن نفسك. دور على موهبتك اللي جواك واللي بتميزك عن غيرك، وابدأ حطها في رصيدك الشخصي، وحاول دايما تكبر رصيدك الشخصي ده كل يوم، وغير حياتك دايما للأفضل. مشكلتك انه اكتر حاجة بتخوفك مش في انك فاشل او اقل من غيرك، لانه ببساطة ربنا خلقنا من طينة واحدة، وكلنا عندنا عقل وامكانيات، امكانيات تساعدنا اننا نطور من نفسنا ونغيرها للأفضل، وما نبقاش اقل من حد ولا حد يبقى احسن مننا. بس الفرق بيبقى في الارادة. الارادة انك عايز تعمل لنفسك حاجة وتنجح، مش واقف على عتبة الأحلام وساكت بدون ما تتحرك. أكتر حاجة بتخوفك هي قوتك وطاقتك اللي ملهاش حدود. اللي بيخوفك هو النور اللي جواك مش الضلمة. وهديك مثال بسيط جدا على كلامي ده. ساعات بتبقى تسأل نفسك، مين أنا علشان أكون ذكي واخترع لي اختراع، ولا أكون موهوب في حاجة وناجح في حياتي؟ عايز الصراحة؟ هجاوبك أنا وهقولك، مين أنت علشان ما تعملش كل ده، وليه ما تعملوش؟ ناقصك ايه؟ انت زيك زي اي حد من العلماء والمبدعين والمفكرين اللي بتسمع عنهم دول، بس اللي بيفرق هو الطموح. الطموح اللي عند الناس دي واللي خلاها توصل لكده، انه يكون عندك حاجة بالاصرار بتوصل لها، بس انت بتبقى بالنسبة لك مجرد احلام، مجرد احلام مع ايقاف التنفيذ، وبتستهون بنفسك وقدراتك. خليك دايما حاطط في دماغك انه انت اللي اختارك ربنا باسمك وشكلك ولونك، بعيوبك ومميزاتك. خلقك علشان حاجة معينة او رسالة عايزك تقضيها على الارض. طلع طاقتك اللي جواك، طلع النور اللي جواك للدنيا، وخليك منارة للناس اللي حواليك، يتعلموا منك ازاي ينوروا للناس طريقهم، ازاي يتحرروا من قيودهم. لاننا يوم ما بنحرر نفسنا بنحرر العالم كله من حوالينا. ما تفضلش قاعد طول عمرك كده باصص على الناس وتقول ده ناجح وده وصل لحلمه، وتفضل تحقد على ده وده. خليك في نفسك شوية وانتبه لها زي ما بتنتبه لحياة الناس كده، وانت هتبقى أحسن منهم. اتحرك وابدأ خطوة جديدة في حياتك، لأنك طول ما انت لسه عايش هيبقى لسه قدامك الفرصة. اكتشف ذاتك دايما وطورها للأفضل. إلى اللقاء، ومع لقاء جديد وكلام من القلب.